بدأ شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل إنسان أن ينتهز الفرصة في هذه الأيام ويكثر من الطاعات والصلاة على النبي والاستغفار والقيام، ويستحب الإكثار من الدعاء إلى الله في شهر شعبان، لأنه من الأشهر التي يكون فيها الدعاء مستجاب بترديد اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم أرض عنا وأرضنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. قال يزيد: رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي، بيدك ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. دعوة ذنون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فلق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.